السلام عليكم طلاب. طلاب اليوم محاضرتنا كلش بسيطة، يعني انتم راح تستخدمون يعني هذنا راح تجيكم ايضا بالاتصالات، يعني نفسية راح نفس الدوائر تستخدمونها لكن بطرق اخرى. اللي احنا نستخدم شنو؟ اوبريشن امبليفاير، لانه احنا جاي نجي على تطبيقات الاوبريشن امبليفاير، فنستخدم كل دوائره في هذا الدرس، ولا هو هذا تابع للاتصالات. نفسيته بالاكتف فلتر صفحة 667، نفس بولستد اللي هو من نفسي مالتكم الكتاب المصدر. الموضوع انه الفلاتر او الفلترز، طبعا اي شيء بالحياة احنا عندنا، مثلا مو صافي شيء نصفي فلتر، يعني مثلا السيارة فلتر للدهن يصفيها، او فلتر للهواء. هسه احنا مثلا من صارت هاي الامراض، مثلا اجا فيروس نصفي الهواء بيمن، نستخدم فلتر الماسك اللي جاي نستخدمه الكمامة. زين، فهذا الفلتر شي يصفي لي، يسوي الباسنج فور سمثينج اي وونت ات، يعني او مثلا ستوبينج فور سمثينج اي دونت وونت ات، يعني اما يمشي لي مثلا حزمة من الترددات اللي انا احتاجها، او يوقف لي حزمة من الترددات اللي ما احتاجها. زين، احنا ايش نستخدم هسه احنا اللي حاط لكم اياه بالمنهج، طبعا هو اربعه، حاط لكم ثلاثه اللي مستخدمينها. الاول لو باس فلتر، باس يعني باس مرور، يسمح للترددات القليله بالمرور. واكو الهاي باس فلتر، باس فلتر هذا شنو؟ يسمح لي بيمن بالترددات العاليه بالمرور. واكو باند باس فلتر، يسمح لي بينه وبين، يعني بين تردد قليل وتردد عالي، يعني حزمة، بس حزمة باند يمرر. طبعا احنا اكو فلاتر بالسوق اللي هي شنو؟ الباسيف نسميها، يعني ما نعرف ايش قد قيمها، لكن هي تمرر لي من تردد الى تردد. لكن احنا هسه اللي نستخدم الاكتف، بحيث احنا نعرف ايش قد قيم المقاومات، المتسعات، ايش قد قيم الكذا، احنا اللي راح نحطها فيسمونه اكتف. اذا باسيف يعني اللي ما نعرف المكونات، تجينا بس كومبوننت مثل الانتجريت، هذا فلتر شنو بداخله، شنو مكوناته ما نعرفها، ذاك باسيف. احنا هسه حاليا شنو؟ الاكتف. باسيف تتذكرون بالسادس يعني شنو؟ مبني المجهول، مو او المجهول يعني، لكن هذا اكتف يعني معلومه كل مكوناته. زين، هسه نرجع الموضوع احنا تقريبا انه نقول للحياة، لكن هسه بس حتى اوضح لكم فد مسألة معينة. احنا بالاكتف فلتر، اللو باس فلتر، العفو، لو باس فلتر اعلى تردد مسموح به قبل الكت اوف، هنا لحظة القطع يسمونه كت اوف فريكونسي. اوف وين راح يصير؟ باعلى تردد، ف اف او اتش يسمونه، واقل تردد يمشي لي لو. يعني هذا شوفوا انتم بالهاي باس فلتر كاتبين لو فريكوانسي، وبالهاي باس فلتر، باللو باس فلتر كاتبين اعلى تردد هاي، فخاف يعني تغلطون بيها. وهاي هم يعني بين اللو والاعلى تردد، يعني انا مثلا اقول مثلا الترددات المسموعه بالنسبه للبشريه بتوين 20 هرتز 20 هرتز تو 20 كيلو هرتز، اعلى شيء شنو؟ 20 كيلو هرتز. وبالنسبه للاقل تردد نسمع شنو؟ 20 هرتز. طبعا راح ادز لكم في اليوم، هو ان شاء الله بالمحاضره ادز لكم في مقطع فيديو او مقطع صوتي، اذا سمعتوا انتم راح تعرفون يا تردد انتم جاي تسمعون. يعني هو راح يبدأ من الصفر ويصعد فوق العشرين، وشوفوني من اللي يسمع ايش قد قوة السمع مالتكم. طبعا اللي عمره فوق الثلاثين راح يسمع، يبدأ مو من العشرين ولا من تقريبا من 5 كيلو هرتز لحد العشرين يبدأ يسمع، لكن الطفل اللي يسمع من 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز، لانه شنو راح يصير عنده؟
هي الأذن هي عبارة عن band pass filter between 20 to 20 kHz. واضح؟ هاي يسمونها audible frequency أو الترددات المسموعة عدا الأذن. عندنا ممكن إنه العين. العين شو تشوف؟ تشوف مثلاً الضوء، تردد الضوء إيش قد، الطول الموج إيش قد مثلاً. عندك مثلاً ممكن تشوف الأكس راي، أكس راي أيضاً بيها تردد، لا ما تشوفه. تقدر تشوف البيتا أو الجاما، لا ما تشوفه. إذن هي أيضاً باند باس. في الترددات بين الـ نقول الأشعة الشمسية إيش يسمونها، الحمراء فوق الحمراء وتحت البنفسجية، مو هي شيء يعني أتذكر إنه فهذا ذن الترددات، يعني ألوان الطيف السبكترام مالتنا هو عبارة عن ترددات. إحنا شو نشوفه؟ نشوفه ضوء، هو ينخبط الألوان كلها تنطينا إياه. إذن ذن الألوان هن كلن بين ترددات. فالعين أيضا هي عبارة عن باند باس فلتر، لكن ما أعرف إيش قد الفريكونسي مالتها، يعني مو هالقد حافظها، لأنه يعني بالفيزياء جماعة الفيزياء المفروض يعرفونه، لكن أنا أريد أمثلها لكم. زين، نجي على اللو باس فلتر. اللو باس فلتر هو عبارة أيضا عن جين، نفس الجين مالتنا RF وRG، وبس شنو عندنا نحتاج؟ متسعة، لأن هنا شنو عندنا؟ متسعة ومقاومة، متسعة ومقاومة. وعندنا الفيدباك هاي RG وRF، هاي ايش تفيدنا؟ تفيدنا بيمن كفيدباك، احنا بيمن اخذناه حتى يصير نون انفيرتر، هذا نون انفيرتر دائرته، لكن ما حطينا هنا مباشرة انبوت، دخلناه من الى اللي هو فلتر آسي اوسيليتر نفسيته، فهو فلتر راح يمرر لي فقط الترددات القليلة. يعني ليش؟ لانه الار اس تي راح يقطع عن تردد معين، راح يقطع عن وين؟ تردد معين. هذا التردد شنو؟ 1 على 2 باي ار سي. زين، هذا ايش قد راح يعطيني؟ ديسيبل. بذاك ذيش المحاضره انا شرحت لكم شنو ديسيبل، يعني بالفريكونسي بالاف، لانه هذا هوايه، فاحنا هذا ديسيبل، يعني راح يقطع نقول ماينس 20 ديسيبل ديكيد. زين، انا اريدها طبعا هذا القطع ما راح يجي مضبوط، لان انا شنو ترددات، يعني هنا اكو تردد هم راح يشتغل بي، هنا تردد هم يشتغل بي، يعني مو كلش زاوية حادة مثل ما هنا أنا موجود. اذا تلاحظوا هنا زاوية حادة، لكن ماكو ايش عندنا قطع احنا بالدوائر الالكترونية. المن نحتاج كل ما نزود الدرجة عالية نسميها، احنا نسميها مالتي ستيج او مالتي اوردر. زين، نسميه مالتي اوردر، وينها؟ مالتيبل اوردر او سكند اوردر نسويها، الثاني والثالث نضيف، كل ما نضيف سكند اوردر يعني نقلل الديسيبل، فشوفوا شو راح تتجه. يعني اذا سوينا ستيجات اكثر، هذا مالتي ستيج، هذا تو ستيج، واحدة والثانية. إذا سوينا ثلاثة ايش راح يصير؟ راح نقلل الديسيبل. شوفوا هسه راح يجي هنا، راح يجي هنا، راح يجي هنا، إلى أن آخذ شيء يصير قريب من الكتوف، مستحيل يجي ويا الكتوف. بيمن نستفاد من هاي الأمور؟ يعني مثلا بالريدر، الريدر هو الرادار شرحت لكم عليه، يعني إذا طائرة أعطت تردد هنا هي راح تشتغل، بينما هي معادية، هي المفروض هنا. احنا قلنا تردداتنا مثلا كطائراتنا هي هذا التردد، تجي طائرة العدو هنا ترددها ما راح نقدر نضربها، بينما اذا هنا راح اقدر اضربها، ترددها خارج نطاقي. يعني احنا ليش نصير يعني نقوي دوائرنا الالكترونية بانه ننطي دقة عالية؟ فهي هاي لحظة الدقة العالية اللي هي شنو؟ اوصلها الى من؟ للكت اوف فريكونسي. طبعا صعبة، كل ما نزيد قلت لكم عن الستيجات، العفو الستيجات، هذا سكند اوردر، راح نقدر نزيد الديسيبل
أو بالأحرى نزيد نقلل الديسيبل لأن هذا بالماينس أي، فنزيد الديسيبل ويوصل إلى مرحلة شنو الكتوف فريكونسي. واضح؟ بعد إحنا وين نستفاد أيضا قلت لكم بالميليتري يوز اللي هي شنو الاستخدامات العسكرية بالاستخدامات الميديكال ميديكال انستومنتس يعني الأجهزة الطبية دائما هم نستخدم ترددات دقيقة. زين فهذا منطينا مثال بسيط هذا فيرست اوردر ولو اوردر هذا منطيني اياه قد ار 1 وسي 1 طبق القانون يطلع لي الفريكونسي المستخدم لو فريكونسي او كت اوف فريكونسي طبعا هذا الهاي بالنسبه للو باس فلتر. الهاي باس فلتر شو يسوي لي؟ يبدا من اقل تردد هو مسموح له الى الاعلى طبعا هم يبي فيرست اوردر سكند اوردر نفس الحكي. طبعا ذاك ايش كان عندنا؟ كان عندنا بي فيدباك ذاك كان بي فيدباك لا تنسون هذا مقاوم ومتسع ذاك متسع مقاوم هذا الفرق بينات. هنا انا شرحت لكم الديسيبل اذا قللنا اذا 2 اوردر 3 اوردر 4 سكند اوردر 3 اوردر 4 اوردر الى ان يوصل الى الفريكونسي اللي انا اريده. هذا هم القانون هذا مستخدم ايضا 2 اوردرز بس ال او سكند اوردر السكند اوردر هنا مساوي لي سي 1 تساوي سي 2 منطيني قيمه بالنتيجه طلعت لي قلنا احنا هذا شنو الجين يطلع لي جين بسهوله يطلع نفس النان انفرتر اوكي هم طلع لي تقريبا هذا التردد دائما حاولوا طلعون التردد. زين باند باس فلتر شي يجيني المفروض اللو هاي بنفس الوقت لو والهاي سوا بنفس الوقت راح يجيني اول شيء الهاي العفو الهاي راح شنو يقطع لي اقل تردد يعطيني اف ال وهذا هم يعني يعطيني الهاي فيصير عندنا قطع. زودت الاوردرات صار مو 20 40 مثلا وهي شيء الان هاي تقل وهاي تقل احنا اللي الاكتف مالتنا طبعا عكس هالباند ستوب فلتر منا هي شيء احنا ما عندنا ما واخذين هاي الدائره يعني ما يحتاج انه ندرسها. واضح؟ هذا همين منا انا هذا القانون هو منطيني اياه. بالنسبه لواجبكم قبل لا انه نبدا اكو فد معلومه اريد اوضحها واجبكم عندكم المسائل صفحة 678 هذا خوش رقم 678 هم عندكم تقريبا 17 يمكن اكو 2 ترك حاولوا تشوفونه. هاي شرحت لكم اياها انا بالمحاضرة السابقة وقلت لكم هاي ممكن مثل مالت الصوت القديم بوتنشيوميتر وزاوية الصوت ونقص ايضا هم ذكرت هسه عندنا 17 مسألة. إذا أكو فد مسألة ترك مثلا أنا تارك بالموضوع صور هاي ما بيها ترك صور يعني حاولوا تحلوا لي إياها وتقدموا لي إياها يعني قبل يعني أخليها دائما هسه نهاية السبت السبت بالليل آخر موعد للتسليم اللي يسلم لي بعد هذا الموعد ناقص درجة واللي ورا أسبوع ناقص 3 درجات. واضح؟ يعني التأخير إذا دقائق بسيطة بها من جلبة لكن إذا يعني أيام لا ما ممكن أنه أنا أتقبلها. زين هسا أنا قبل شوي شرحت لكم الأوديبل فريكونسي طبعا بسهولة أنا أجي هسا أبحث على الأوديبل فريكونسي حتى أنتم فريكونسي فهذا الرينج مالت الاوديبل فريكونسي طبعا حسب الموجود شوف من 20 الى 20 كيلو هرتز الاوديبل فريكونسي مال هيومن. يعني مثلا انا اقول لك صمم لي similar to human
humans audible frequency range. صمم لي فدارة كهربائية أو دارة إلكترونية أنا الكتريكال سيركت to simulate human hearing system. Human hearing system اللي هو شنو؟ نظام السمع اللي بالإنسان. فأنت شو تسوي؟ تجي لي صمم باند باس فلتر بين الرينج مالتك أنت. أنا منطقية كأنما أنت تعرفه، ما يحتاج منطقية. ومن تصممون دائما اكتبوا القيم. يعني مثلا نقول صممت، وينها هي؟ قبل شوية كانت هنا. صممت هذا الباند باس فلتر قبل شوية، هذا الباند باس فلتر، هذا الباند باس. ترسم لي هاي، تحط قيم حتى نعرف هاي المتسعة ايش قد طلعت، مقاومة ايش قد طلعت، سجلهن هنا. هذا تكتب لي 741 او تكتب لي اوبريشن امبليفاير. هاي ترسم لي اياها. يعني التصاميم دائما حاولوا تعطون كل القيم. يعني انا ما اعرف شنو هذا، هذا شنو، هذا شنو، هذا اني احاول مساويات حتى يطلع لك قيمه. ما نحتاج امبليفاير، احنا نحتاجه شنو؟ بس فلتر. واضح؟ تفرض اذا انا ما انطيتك، انا بس انطيتك فريكونسي، تفرض المقاومه حتى تطلع لك المتسعه. متسعه صعب نجيبها كقيم كسور، لكن المقاومه يعني قصدي نفرض المتسعه تطلع لي المقاومه. متسعه دائما مثل 0.1 مايكرو فاراد، المقاومه تطلع لي مباشره. المقاومه اي كسور عادي ممكن اضيفه. اذا انت فرضت المقاومه وطلعت لي المتسعه كسور، ما راح اقدر اضبطها مضبوطه، فما راح يطلع التردد مضبوط. فهذا نعتبره مو تصميم هندسي، لكن انه كطالب ممكن تسويه، لكن هو مو صحيح. لازم الافضل الدرجه الكامله ياخذ شنو؟ يصمم لي تصميم كامل. نفس الحاله انه هسه قبل شويه مثل بحثت اني، نقول هنا اللايت، لايت العفو، لايت فريكونسي رينج. السبيكترم اكثر ما قلت لك، السبيكترم هي نفسيتها. طبعا هي هاي يمكن نفسيتها شنو المرئية، الترددات المرئية. نقول نانا مطلع لي شنو الترددات. طبعا هاي الطول الموجي اللي هو موجود الفريكونسي احنا نجي عليه. مثلا الجاما اي اس زد، شوف ايش قد هو حيل. يعني اكو هذا اللي بالجيجا، شوفوا هذا الانيو في اللي هي شنو؟ المفروض الفيزبل احنا اللي نشوفها، الفيزبل فريكونسي منين؟ من ثلاثة بيكو هيرتز، ما اعرف ايش قد هي، لا هيرتز ايش قد هي، بيتا هيرتز او كذا، ايش ما اعرف تفاصيلهن. يعني في 10 ايش قد تيرا، هنشوف ايش قد هاي تيرا، هي اللي بعد التيرا، اللي بعد التيرا. شوف الفريكونسي الاكس راي ما ممكن احنا نشوفه. فشوفون الترددات الفيزيبل، يعني هم ممكن يكون العين، اقول لكم شبهوا للعين، بس لان تردداتها عالية لازم احدد لكم يا اللي الترددات اللي مشمولة. يعني هاي في 10 اس، يمكن في 10 اس 24 هيجي. يعني بعدين نشوفها ونشوف انتم، مفروض هذا واجبكم. بس على العموم انه هو بس اريد اشوفكم انه شنو الفيزيبل، شنو الفيزيبل اللي هو هاي الترددات المرئية. هاي الترددات المرئية، اكو ترددات غير مرئية جاي تشوفونها. هاي الترددات المرئية، المرئية شنو الفيزيبل 10^15. هاي الترددات الضوئية 10^15 بين الواحد والمية، ما اعرف ايش قد قيمها، او 700 بين 400 والسبعمية، 700
في 10 أس 15 هيرتز. زين هاي مو بالهيرتز، هاي بالويف لينث، طول الموجة، هذا الفريكوينسي، هذا الفريكوينسي شوفوا اللي هو هذا. طبعا الترا هاي فريكوينسي، الاف ام الكذا هذني بعت بالراديو فريكوينسي، المايكرويف هذني بعد المايكرويف تجي الفيزيبل هذني شو اسمه ايضا باند باس فلتر. يعني ممكن انه هم يعني يجينا سؤال انه سوي لي باند باس فلتر يمل العين، مثل هسه احنا النظارات الشمسيه شو تسوي؟ هي عباره عن فلتر تمنع لك الترددات الزايده وتمشي لك الترددات اللي ما تأذي عينك، واضح؟ يعني تمشي لك الترددات اللي تفيدك. اتمنى انه تجاوبون ممكن ذاك الاسبوع اللي هوم وورك او الاسبوع اللي قبله هوم ووركاتكم احد سلمها. يعني اكو تاخروا ومددت لكم الوقت ومع ذلك اكو ناس ما سلمت. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم او خلال المحاضره، لان هاي راح اسجلها وابثها بالمحاضره ان شاء الله. يعني اللي عنده سؤال بامكانه يسلم. تحياتي للجميع.